السلام عليكم وتحياتي جميع متابعي القناه عائدي الغربه. اليوم غادي نتكلم على بعض التغييرات اللي هي جديده فيما يخص الرونديفو ديال عين برجا بالنسبه للناس ديال التجمع العائلي اي الغروبمون فاميليال. كما كتعرفوا الاخوان ديالي نورمالمون في القانون لشي حاجه اللي هي عاديه نهار كنوصلوا للمرحله ديال الفيزا خصني نصيفط الكازا موفي لعين برجا خصني نصيفط لهم واحد الايميل باش كيعطوني الرونديفو باش كنمشي ندوز لا فيزيت ميديكال ثم كيعطوني الفيزا. يعني نورمالمون كندوز الطبيب في النهار الاول هذاك الرونديفو اللي عطاوني، يعني نورمالمون كتصيفط الايميل كيجاوبوك لا غد ولا داك النهار يات ثم كيعطوك الرونديفو ما بين جوج سيمانات حتى لثلاث سيمان. الوغ كتمشي سي بون دونك كدوز يعني لا فيزيت ميديكال تيقول لك لا غد لي تيعطيك واحد الورقه سيخلط واحد النبره في تما كاينه في واش ويسترينون ولا الله اعلم. المهم على حسب وكيقول لك سير حنا غادي حنا غنصيفطوك ايميل، يعني كيصيفطوك ايميل ديك الساعه ولا لا غد لي المهم كيقول لك اجي لا غد لا بدل ولا ماكسيموم يومين كيقول لك اجي تاخد الفيزا ديالك. نورمالمون هادشي اللي كاين نورمالمون. فاذا بي كنتصدم هادي تقريبا من 3 سيمين واحد البنت كتقول لي انه كاين بعض التغييرات كاين شي ناس اللي قلبوا لهم هادشي كيقول لهم سيروا التريس كونتاكت هي الاولى، يعني حطوا الباسبور ديك التخربيع ديالكم عاد اجيو يعني لا غد لي عاد اجيو دوزو لا فيزيت ميديكال ثم عاد نسير تسنى شي واحد النهار واحد اخر عاد نعاود نرجع سميتو التريس كونتاكت باش ناخذ الباسبور والفيزا ديالي. زعما نورمالمون كانت جوج يومين دابا ولينا في 3 ايام، يعني كثير اجي سير اجي ومرمدنا ومرضنا ترونسبور الناس اللي ساكنه بعاد ومشاكل مشاكل. دونك كما قلت لكم كان صيفط لي واحد البنت هذه السيمانه جوج زاري كيصيفطوا لي عطاهم هذا الشيء. باغ كونتخ سولت واحد اخر اللي هو عاد دوز هذه السيمانه هذه قال لي داروا لي النورمال، يعني عطاوني داك الشيء نورمال دوزت لا فيزيت دوزت لا فيزيت ثم دوزت تريس كونتاكت. فاذا بيا بحالي بحالكم دخلت كنقلب يعني كنقلب دي ريشيرش كنقلب شي شويه ما كاينش شي جديد في هذه القضيه ديال لوفي. يعني دخلت في لو سيت اوفيسيال ديال كازا دخلت هنايا في فرنسا كنقلب ما كاين حتى شي جديد. السؤال اللي كان كيسولوني هو واش هادشي نورمال ولا ماشي نورمال، واش هادشي واش يعني اللي مازال ما خداش الفيزا كيقول لي واش بديت بلا فيزيت واش كيعني انني غترفض لي بادون بديت تريس كونتاكت واش كيعني انني غترفض لي الفيزا. كنقول لهم بعدا نتوما لا ما تخافوش راه بديتي بهادي ولا بديتي بهادي راه بحال بحال غير هما المغاربه سبحان الله العظيم كيبغيو يمرمدوك كيبغيو يمرضو بلا ماشي غلط دونك كيبغيو يمرضونا كيبغيو يخرجونا من المله ديالنا. فرونشمون كيمرضني هادشي ملي كنشوف ثلاثه ديال الناس هضروا معايا جالسين كيتقرنوا عليهم سير اجي سير اجي سير اجي 3 فوا بارابور واحد اخر عطيهم 2 فوا ما فهمتش علاش. انا بحالي بحالكم كنتسائل غير درت الفيديو دابا باش تعرفوا انه كاين ناس اللي عطاهم هاد اللي عطاهم النورمال سيرو اجي والناس اللي مرضوهم جو سي با شكون هاد واش تبدل القنصل باغي يدير شي قانون جديد مي سي با نورمال سي با نورمال في القانون ما عندوش الحق. مي الا قالوا لكم هكذايا الا عطاوكم انكم سير الا سبقوا لكم بالتريس كونتاكت ما عندك ما دير ما لغوتكم ما عندكم ما ديروا سيروا التريس كونتاكت عاوتاني غدا تمشي ولا غد لي سير دوز لا فيزيت ومور ما دوز مور ما دوز لا فيزيت سير خذ الفيزا. المهم عندنا هو انك تاخذ الفيزا وتهرب من داك ما غاديش نقول هذيك بلادنا مي باغ كونتر فرونشمون دي فوا شي مسؤولين كيمرضونا والله دونك مي كنشوف انا هادشي كنمرض والله. دونك الجواب على السؤال ديالكم ولا الناس اللي عاد غادي يمشيو عطاوك هادي ولا هادي ماشي مشكل اتوندون نشوفوا شنو واقع. انا حاليا ما يمكنليش نقول لكم تغيير القانون فقط عباره عن تجديدات مي مازال ما كاين حتى شي تغيير حتى شي حاجه ما كاينه جديده باش ما نكذبوش على راسنا. كاين تخربيق كاين شويه الحمار في لوفي يعني في الرونديفو ديال لوفي مي باغ كونتخ ما كاينش جديد في القانون بور لاستون ما كاينش جديد. كنأكد لكم هادي النهار غنلقى نتأكد منها غادي نقول لكم كاين تجديدات في القانون بالنسبه للتجمع العائلي. الوغ هذا هو الاجابه على السؤال ديالكم كنتمنى انكم تكونوا استوعبتوا شنو بغيت نوصل لكم وما زعما ما تشكوش ما تقلقوش اذا سبقوا التريس كونتاكت ماشي مشكل غادي تعطي 3 ايام ولكن المهم تاخذ الفيزا وغادي تهنى من داك الحماق ديال داك البلاد. اذا تحياتي لكم كنتمنى انكم تحصلوا على الفيزا ديالكم وميعادنا الفيديو القادم دمتم برعايه الله.